whatever you do, wherever you are, whenever you need us, we're there. At Hikma, we are inspired by our patients and by the people who serve them. Because they don't stop, neither do we. That's why we've always provided them with the progress, the products, and the solutions they have come to expect from us, whatever the circumstances. This is our commitment to them. It's also our commitment to you. We are Hikma. For over 40 years, we've been putting better health within reach every day. Some will tell you it's a big world out there. Others insist it's small. We believe they're both right. At Hikma, we've always matched global expertise and knowledge with a local presence on the ground. It means we can take the world's most advanced science to wherever in the world it's needed and still deliver a relevant, meaningful solution. The best of both worlds. We are Hikma. For over 40 years, we've been putting better health within reach every day. Quality. It never just happens, so we pursue it. We work hard for it. We live it. At Hikma, we've always believed in quality without limits, without boundaries, and without exceptions. It defines everything we do. From the people we employ to the medicines we deliver, in all the communities we serve. And we do it because while anyone can talk about quality, real quality speaks for itself. We are Hikma. For over 40 years, we've been putting better health within reach every day. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمايلي في شركة حكمة، بحب أشكر حضراتكم جميعا على قبول دعوتنا النهاردة. Thanks so much for accepting our invitation. في البداية أحب أعرف حضراتكم بنفسي. أنا محمد الشافعي، I'm senior product manager من حكمة. النهاردة إحنا على موعد مع أحد قامات طب الأطفال في مصر، مع الأستاذ الدكتور مصطفى الهدهد، Professor of Pediatrics عن شمس University
ورئيس القسم الحالي. الحقيقه برضو بنتشرف النهارده يكون معانا محاور الاستاذ الدكتور محمد زنون، بروفيسور اوف بيدياتريكس جامعه الازهر. وقبل ما نبدا النهارده الميتنج محتاجين ناكد على مسج مهمه جدا. حضراتكم خط الدفاع الاول. Please stay safe, take the needed precautions. دكتور محمد, you have the mic to moderate the meeting. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يوم جميل وسهرة جميلة إن شاء الله من سهرات شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. استكمالاً لنشاط الجمعية المصرية العلمية لطب الأطفال وحديث الولادة والأكاديمية المصرية لطب الأطفال, بنستأنف النشاط وأنتوا اللي بتشجعونا, أنتوا اللي بتدونا الوقود إن إحنا نستمر. إحنا بدأنا بفضل الله في ويفز, في تو برانشز مهمين جداً, برانش الجي آي تي والنيوتريشن. الجي آي تي معانا كل يوم سبت في ويف, والنيوتريشن كل يوم ثلاث في ويف. بفضل الله الانطباع أو قبولكم للويفز دي كان رائع. كان معانا وقابع الدكتور طارق بركات والدكتورة مروة الديب, وفي النيوتريشن طبعا أستاذتنا الدكتورة سناء يوسف والدكتورة ياسمين جمال. إن شاء الله مش هطول عليكم, نستمتع بيوم النهاردة, يوم يكون جميل اللي بنتشرف ويكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مصطفى الهدهد, أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي في الأطفال بجامعة عين شمس, ورئيس اسم الأطفال بجامعة عين شمس. الحقيقة الدكتور مصطفى الهدهد يعني بلا منازع هو الملك المتوج في قلوب كل أطباء الأطفال في مصر وكل أرجاء العالم العربي. ده عشان إيه؟ عشان علمه, أخلاقه, أدبه, بساطته المعهودة, التواضع الشديد, أسلوبه الرائع الحقيقة في توصيل المعلومة الذي لا يقارن ولا يضاهى. يعني حاجة رائعة, حاجة جميلة. أنا خلال وجودي وقربي من الدكتور مصطفى هو بيعامل الناس كلها سواسية بنفس الاهتمام وبنفس نظرة الرعاية, من أكبر واحد لأقل واحد. ربنا يجعله كده متواضع ومحبوب, لأن دي علامة من علامة حب ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشخص الكريم الذي لا أزكي على الله. النهاردة هيمتعنا بمحاضرة رائعة إن شاء الله عن الفانكشن أبدومينال ديس أوردرز, وإيه الرول بتاع الجنرال بيدياتريشن فيها. نستمتع ونتمنى له دايما كل توفيق, وربنا يوفقكم إن شاء الله. أستاذي الغالي معايا, شكرا مازنة. شكرا يا دكتور محمد, الله يكرمك يا أستاذنا. تفضل يا أستاذ, تفضل. مساء الخير, كل سنة وانتم طيبين. وتاني مرة بقى مع حضراتكم. النهاردة احنا موضوعنا موضوع العالم كله نفسه يخليه للجنرال بيدياتريشنز مش للجاسترو انترولوجيست, فخلونا نمشي واحدة بواحدة. Functional GI disorders, is there a place for general pediatricians? الحقيقة الميتنج كله is sponsored by الحكمة فارما, with no conflict of interest to declare. كلمني واحد من أصحابي من أمريكا, واحد من أصحابي من الخليج, حاسين بالحنين الفظيع الكبير لمصر, وان هم ازاي نفسهم ينزلوا مش قادرين ينزلوا, سواء بسبب شغلهم برا او بسبب الحظر الموجود في كل العالم. فالحقيقه قلت لهم انا النهارده هبعت مشاعركم باني اقول للناس رساله امير الشعراء احمد شوقي: اختلاف النهار والليل ينسي, اذكرا للصبا وأيام أنسي, وسلا مصر هل سلى القلب عنها, أو أسى جرحه الزمان المؤسي, كلما مرت الليالي عليه رقى, والعهد في الليالي تقسي. Functional GI disorders يعني إيه؟ عندنا infants و toddlers و children و adolescents. النهاردة أنا هتكلم على children and adolescents.
لكن الحقيقة إن شاء الله يوم الجمعة في ديالوج بيني وبين هانيا على الـ infants and toddlers إن شاء الله. خلينا نقول يعني إيه functional GI disorders. الحقيقة أي مجموعة symptoms and signs of the GIT في طفل واحد constellation group of symptoms or signs ملهاش structural basis ولا لها biochemical explanation خلاص هنسميها functional GI disorders. الاسم يخض لكن خلونا لما نفوت عليهم هتكتشفوا انه they are very common والحقيقة العالم له حق يفكر انه تبقى الأمراض دي أو الديسوردرز دي في إيد عدد أكبر من الدكاترة وبالتالي بيفكروا في الجنرال بيدياتريشنز rather than pediatric gastroenterologist ودي المنصة اللي أنا بنقل فيه هذا الكلام لحضراتكم. يا ترى في examples على حكاية structural وfunctional وbiochemical والكلام الكبير ده هوت قوي هديكم مثال بسيط جدا lactose intolerance اللي لسه قايل المحاضرة بتاعته لو عرفتوا أنه مش من الأمراض اللي هي functional GI disorders بقيتوا فاهمين دلوقتي ليه بيتشال من functional GI disorders لأنه it is a biochemical abnormality in which there is an enzyme which is deficient which is lactase وبالتالي ده مش معناه إنه هو مش مرض ومش موجود لما بيقولوا it's not a cause of functional GI disorders يا جماعة it's not a cause because it is a biochemical وبالتالي في explanation موجود. These disorders vary according to age. فالأمراض بتاعت الـ newborns and toddlers غير أمراض الـ children والـ adolescents غير الـ adults. وده سببه developmental adaptation. في مشاكل موجودة أصلاً في لسه حديث الولادة بتتحسن بالوقت وفي الأطفال بتتحسن بالوقت. وبالتالي بتكون النتيجة بتاعتها إن هي تختفي في سن معين وبالتالي فمثلاً infant colic هتشوفوه لكن مش هتشوفوه بعد كده تاني خالص بعد ما نكبر يعني يبقى في أمراض تانية. ونمر اتنين capability to express self يعني pain disorders اللي أنا هشرحها دلوقتي محتاجة واحد يشرحها فبالتالي it's not a disease في الانفنتس وإن كانت موجودة في children and adults. في حالات كتيرة بتبقى جديدة على فكرة ومش معنى ان هي بنقول عليها common ان هي حاجة مش صعبة في كثير من الأحيان لا وبتخلي الكلينيشن اللي بيعالجها عنده مشكلة كبيرة ما هوش قادر يطمن الأهل ومش قادر يقول reassurance فبيضطر يعمل unnecessarily complex and costly solutions وطبعا مش بس costly لا الحقيقة أخطر من ذلك بكثير لأنها بتحط emotional stress وكمان ممكن تعمل problems while you are doing like doing an endoscope or other investigations. طيب يا ترى هو ده functional GI disorders هو إيه functions بتاعت GIT اللي إحنا متوقعين يبقى باش فيه مشاكل بسببها أو فيها transport وأنا الحقيقة متعمد أحط motility في functions رقم واحد مع ان الناس كلها هتتكلم digestion وabsorption زي ما حضراتكم عارفين الحقيقه خلوني اقول لكم انه الموتيليتي one of the major functions and its failure is one of the causes of gut failure والموتيليتي دي نعمه كبيره من عند ربنا. digestion وabsorption معروفين اميون طبعا في كميه اميون سيلز في الجي اي تي يمكن قد الجسم كله اندوكراين كميه الاندوكراين الماتيريالز اللي بتطلع من الجي اي تي وعلى فكره ممكن تبقى اوتوكراين باراكراين اندوكراين كل دول موجودين في الجي اي تي عاملين مشاكل كتيره قوي وفيهم ديس اوردرز عنيفه للغايه محتاجه ايام وايام وفي شويه وظائف جديده الناس بدات تتكلم عليها مش وقتها دلوقتي. الحقيقه في روم فاونديشن في نورث كارولينا سنه 1990 سنة 1990 طلعت نمرة واحد روم 1 في سنة 90 روم 2 في سنة 99 وهنا بس بدأوا ينتبهوا إنه في حاجة اسمها أطفال فحطوا كلاسيفيكيشن لأمراض الأطفال في روم 2 مش روم 1 والحقيقة ده مش إهمال للأطفال لأن إحنا منفصلين عن البطنة من أوسلر أند أوسكي في 1900 early 19 كان هما فصلوا الأطفال عن أمراض البطنة يعني
لكن ما كانش في بابليكيشنز تخليهم يحطوا كريتيريا فور ذيس ديسوردرز الا في روم 2. روم 3 بقت في 2006 والدنيا بقت متقسمه افضل وافضل، ويمكن كان في روم 3 تدخل الادلت جاستروينترولوجيست كبير شويه عن الاطفال، ما كانوش بتوع الاطفال اللي حاطينها، فكانت يعني كان في اطفال طبعا وفي بتوع ادلت انترنال ميديسن وجاستروينترولوجي. الحقيقه كان فيها فالاسيز، ابحاث وابحاث وابحاث وفاليديشن ويقولوا كويسه ولا غلط وفي مشاكل ظهرت ولا لا. روم 4 طلع بعد 10 سنين في جون 2016 وبدا يتحط. الحقيقه لمسه الاطفال فيه باينه جدا جدا جدا، هتحسوا ده وانتم بتقروها انه دول ناس قاعدين معاكم وبيشتغلوا بايديهم في قلب الاطفال. اللي بيتكلم فانكشنال جي اي ديس اوردرز لازم يتكلم رو، اللي بيقول بره كده خلاص بقى يغرد أغنية نشاز خارج المنظومة خالص. البيدياتريك سيكشن هنتكلم على جزء منه النهاردة. ليه فكروا فروم كلاسيفيكيشن إن جنرال؟ ليه عايزين نعرف الفانكشنال جي اي ديس أوردرز وليه ندرسهم؟ الحقيقة حديكم سلب الريتابول باول سيندروم. كان زمان الفكرة إيه؟ It's disease of exclusion، لأنه ما فيش investigations can reach with you the diagnosis of irritable bowel syndrome. وهو بيتكتب IBS، واوعى تكتب اي بي دي، لان اي بي دي دي معناها انفلاماتوري باول ديزيز، دي قصه تانية خالص، الدار للنار والفرق بين السماء والارض. وهو واحد من الاكزامبلز اللي حضرت لكم سال عليها دلوقتي. اي بي دي واي بي اس كان يعمل ايه عشان يشخص اي بي اس؟ يعمل كل الانفستيجيشنز بتاعته، ويعمل كل المناظير بتاعته والريديولوجي بتاعه والايمونولوجي بتاعه، عشان يقول في الاخر مش اي بي دي ومش تيومر ومش وفي الاخر تتفضل عنده الاي بي اس فيشخص اي بي اس. المنظومه دي منظومه مكلفه للغايه، غير السايد افكتس بتاعه البروسيجرز اللي هتتعمل، منظومه مكلفه. وبالتالي كان الكلام هو انا لو مين المور كومن، فكان الجواب هو الفانكشنال جي اي ديس اوردرز ار مور كومن ذان اورجانيك، ما فيش فيها مناقشه خالص. وبالتالي كان المنطقي ان انا ابدا بتشخيصها، ولما الاقي علامات خطر اروح الناحيه الثانيه، ولما الاقي الطفل او المريض مش مستجيب للمانجمنت بلان ممكن هو ده السيكتور الصغير اللي اقدر ادخله في الانفستيجيشنز. ده الحقيقه ده الملخص وده الراشونال وده القصه كلها، علشان ما نبداش من يعني العربيه ولا الحصان، لا هو معروف خلاص الحصان في الاول. بيقسموها A to H. بيدياتريكس احنا لنا اتنين حتتين، G و H. G بتاع الجمعه الجايه ان شاء الله، H اللي هنبداها children and adolescents، ده الرمز بتاعنا H. وهتلاقوا معانا في ال H ده متقسم ثلاثة: functional nausea and vomiting disorders، تحت منه ثلاث حاجات، cyclic vomiting syndrome وهتكلم عليه يوم الجمعة الجاية مش النهاردة، functional nausea and vomiting، rumination syndrome، aerophagia، functional abdominal pain، يعني في مجموعة جاية بنوزيا and vomiting and or vomiting اللي أنا قلتهم الأول، وبعدين في مجموعة جاية pain abdominal pain. ودول أربع كلمات: functional dyspepsia و irritable bowel syndrome و abdominal migraine. وفي نوع كده مش ماشي مع واحدة من الثلاثة دول فبنسميه functional abdominal pain that is not otherwise specified، يعني ملوش حتة نحطه فيها فحيبقى واقف لوحده كده، هنشوف مع بعض يطلع مين النص ده ولا هيطلع ربع، الله أعلم زي ما يطلع يعني. functional defecation disorders بقى ديت منها حاجتين: constipation و non-retentive fecal incontinence. ليه يعني non-retentive fecal incontinence؟ عشان الولاد اللي عندهم constipation بيجي لهم fecal incontinence نتيجة retention. لا ده في بقى كاتيجوري لوحده خالص، هو مش مخزن لكن هو عنده fecal incontinence. خلونا نبدأ بالnausea and vomiting disorders. functional nausea and ما فيش الحقيقة داتا قوي في الأطفال، ما فيش publications كتيرة وكلها clinical experience بس، لكن لما نشوفه مع بعض هتكتشف انك قابلت منهم حاله واثنين وثلاثه في البراكتس بتاعك وكانوا تايهين. فانكشنال نوزيا لازم تبقى بقالها شهرين في طفل عنده كل اللي جاي، اللي هو ايه؟ نوزيا جامده قوي. وللاسف الشديد احنا في الاطفال غير الكبار، بتاع الكبار هيقول لك نفسي غم عليا يا دكتور، عايز ارجع يا دكتور، انما في الاطفال ممكن لو كان طفل كبير شويه ال 10 11
15 سنة يقول، لكن الحقيقة الموست كومن بتبقى سلايفيشن. الطفل ده دايما معظم طول الوقت عنده الريالة واللعاب بتاعه وشكله قرفان من نفسه كده، لو انت بصيت عليه ممكن تلاقي الكريتيريا بتاعتك بتستكمل. اتليست يحصل له الإحساس ده مرتين في الأسبوع وملوش دعوة بالأكل، كل إيه ما كلش إيه، مش واكل أصلاً ممكن يبقى موجود. مش لازم تبقى معها vomiting، يعني الإحساس ده موجود بس من غير إيه vomiting. طيب يقولي after appropriate evaluation nausea cannot be fully explained، يعني إيه كده الكلمة دي؟ يعني أروح أعمل برضو مناظير قبل ما شخص؟ قال لي لا، ما عندكش red flags. وفي ريد فلاجز هنجيبها مع بعضها للفانكشنال بتوع الأبر دول ونتكلم عليهم مع بعض. النوع الثاني اسمه اللي هو 1B2 فانكشنال فوميتنج، زي الثاني بالظبط، شهرين وعنده كل ما يلي: نمرة واحد on average مرة أو مرتين ترجيع في الأسبوع، ترجيع بجد، يقوم من النوم يرجع بالظهرية قبل ما ينام، كلام ده كله حد يكلمه من غير كلام بيرجع. وبعدين انت تقعد تدور وتسأل، يكونش يا جماعة بيرجع ايام المدرسة لوحدها، اما في الايام يقول لك والله دكتور احنا هو قاعدين في البيت ومفيش مدرسة. وبرضو بتحصل، لازم ما يكونش فيه underlying absence of self-induced vomiting، مش عامل زي بتوع eating disorders بقى اللي هو يروح ايه البيت شايفة نفسها تخينة قوي وهي زي الفتلة أصلاً، وتروح واقفة قدام المراية ومعرفش شايفة نفسها زي تخينة بعد ما وقفت قدام المراية، لكن هو كده سيلف ايمج مختلفة خالص. دي بتحط ايدها بقى وتخش الحمام ترجع، ده مش مستني يخش الحمام، ده بيرجع في السرير وبيرجع في الصالون، بيرجع على الكنب، بيعمل كل اللي نفسه فيه. وبرضو تقعد تعمل evaluation clinical، لا تلاقي tenderness ولا تلاقي أي علامات خطر ولا بيرجع دم، وin between زي الفل وممتاز خالص، ده اسمه functional vomiting disorder. طب نعالجه ازاي ده؟ ده تتلم الدنيا كلها عليه، ده إذا عرفنا أصلاً نعالجه. mental health intervention، لازم ندخل معانا psychiatrist، pediatric psychiatrist، الأول يقول لي فيه psychological abnormalities underlying ولا لأ، ما لقيناش نقعد نعمل له psychobehavioral therapy، cognitive وhypnotherapy. تخيلوا بيحتاج الولاد دول التنويم المغناطيسي في حالات كتيرة جداً جداً جداً، وعندهم وفي طرق كتيرة ممكن تعالج الولاد ده همت، لكن من أصعب المشاكل اللي ممكن تقابل دكتور. أقول لكم، فاكرين السيبروهيبتادين؟ اسمه دلوقتي ترياكتين، وكان زمان اسمه تريزوريكس بتاع فتح الشهية، هو ده السيبروهيبتادين. الدواء ده حلو قوي في المرض ده وفي الفانكشنال نوزيا وفي الفانكشنال ديسبيبسيا اللي جاية بعد شوية. عندنا حاجة اسمها جاستريك إلكتريك ستيميوليشن، حوريكم صورتها بعد شوية، من الحاجات المفيدة للغاية. رومينيشن سيندروم، طبعا كلمة انجليزي العربي بتاعها اجترار، وعشان ننطقه صح اجترار، زي الجمل ما بيعمل. الجمل بيعمل ايه؟ بيروح مدغ مدغة صغيرة كده وبالع بالع بالع، يخلص الاكل كله وبعدين يقعد كده متسلطن، يطلع حتة بحتة يمضخها تاني ويبلعها. في ولاد كده لازم تكون بقالنا اكتر من شهرين، على الاقل شهرين، ويتوفر فيه كل ما يلي: نمرة واحد يطلع الاكل يحطه في بقه ريجرجيتيشن، يمضغه تاني، وبعد ما يمضغه تاني يحطه في يتفه يبلعه. كان زمان في التعريفات القديمة انه لازم يبلعه، لا دلوقتي التعريفات الجديدة يبلعه او يتف، والاثنين واردين جدا جدا جدا. وتبدأ اول ما ياكل على طول، على طول، يعني هو ما كملش الاكله بتاعته وبعدين لقوه قاعد بلع وبعدين راح قاعد يمضغ تاني، بتمضغ ايه يا ابني؟ هو طلعه وبيمضغه تاني. و never happens during sleep، لو حصل عوده الفلويد ده او الاكل ده الى بقه او لبره في اثناء السليب، this is not rumination syndrome. ما عندوش ريتشنج، ريتشنج ده اللي هي contractions that are preceding the vomiting، ما عمرها ما تجيله ابدا، حاجه كده ايزي كده very easy انه يطلع البتاع يجرج الفود ده هو يحطه في بقه ويمضغ. وبرضه بعد الابروبريت ايفالويشن ما بنلاقيش فيها مشكله خالص. من الحاجات اللي لازم تستبعد بدقه الايتينج ديس اوردرز. طب انا عالجه ازاي ده؟ مالتيبل تيم، مطلوب جدا سايكاتري،
مع gastroenterologist، مع clinical nutritionist، مع child life supervisor، مع therapeutic recreation، مع massage therapy، حاولت وممكن تجيب نتيجة. لكن أطمنكم كل دول within few years بيتحسنوا بنسبة كبيرة جدا. وطبعا وأنا شايف لي مثلا مش أقل من 100 rumination syndrome أقدر أقول لكم الأرقام بتمشي إزاي. Aerophagia، المرض الرابع في ال vomiting and nausea disorders، Aerophagia. Aerophagia واضحة تلاقيه بيجيله زي الزغطة وكأنه بيبلع هواء، وبعدين يبقى بقاله أكتر من شهرين عنده الآتي: excessive air swallowing، abdominal distension due to intraluminal air، وتلاقي بطنه زي الطبلة لو بتخبط عليها، belching يعني محاولة تكريع، وبتبقى ساعات induced كمان، يعني هو he is inducing the eructation، أو تبقى فليتس كتير جدا. وساعات يجي لكم في العيادة بالقصة دي وما فيهوش الexcessive air swallowing: دكتور أنا عندي مشكلة، ابني ملوش صداقات والمدرسة عايزة تمشيه، عنده غازات كتيرة درش يتحكم فيها، بتطلع كتير عاملة له أزمة جدا جدا. هنا طبعا ده air swallowing، يبقى ملهاش ريحة، أدي أول نقطة. نمرة اتنين، معهاش أي bowel habit disturbances، ولا فيها vomiting ولا فيها الكلام ده كله، وبعدين تخبط تلاقي الطبلة موجودة، فتعرف على طول إن أنت غالبا بتتكلم في aerophagia disorder. طبعا الكشف ما طلعش حاجة خالص، ما فيش ولا study في العالم قالت الaerophagia نعالجها إزاي، يعني نعمل إيه. behavioral وpsychotherapy sometimes we need benzodiazepines treatment with a psychiatrist، تكتبش في نفسك خالص، لازم مع psychiatrist عشان يقدر يظبط الجرعات والدواء صح عشان تقدر تشوف الدنيا راحة فيه. بعد كده احنا اتكلمنا على الفوميتنج والنوزيا disorders، دول جايين بنوزيا او فوميتنج او الاثنين مع بعض. functional abdominal pain disorders، بين بقى هنخش على البين. اول واحد منهم functional dyspepsia. على فكرة dyspepsia دي كلمة غلسة قوي، والبعض يقول عسر هض عشان هي كده الترجمة الحرفية بتاعتها يعني. لا يا جماعة، هو الديفينيشن بتاع كلمة ديسبيبسيا in general تبقى functional أو organic: أي disease related stomach and duodenum، أي disease فيهم اسمه ديسبيبسيا. و in absence of reflux، يعني لازم أبقى مستبعد الجاسترو esophageal reflux disease، وده في السن الكبير، احنا نتكلم دلوقتي children و adolescents، وعشان أقدر استبعد functional الجاستروسيجوري فاكس ديزيز مش محتاج اعمل له انفستيجيشنز ولا باريوم ولا حاجه، مجرد ان انا بساله على ريتروسترنال بين او اي مانيفيستيشنز ما بلاقيش الكلام ده معاها خالص. لازم واحد او اكتر من الاتي بقاله بيقعد اربع ايام في الشهر، ويا سلام لو القصه بقالها شهرين او اكتر. يبقى لازم يبقى معانا ايه، شهرين او ايه او اكتر. بوست برانديال فولنس، ياكل من هنا يقول لك بطنه بقت زي البطيخه يا دكتور. الفرق بينه وبين الواد بتاع الايروفيجيا ان الواد بتاع الايروفيجيا ما اشتكاش بنفخه بطنه دهيت امه اللي لاحظتها، انما الولد ده فيه ديسكمفورت ناتج عن الفولنس، وشبع بسرعه قوي مع انه ما اكلش كتير، بطنه اتملت قوي وبطنه اتنفخت قوي، وشبع ايرلي ساتيشن يعني شبع مبكر. ونمره ثلاثة، ممكن يبقى فيه pain أو burning sensation in the epigastrium، ومهمة قوي لأنه in absence of other clinical data that can suggest any other disease، ودايما هنغلط فيها مع ال H. pylori infection. افتكروا كده functional dyspepsia فوق السر، يعني السيمتوماتولوجي بتاعنا ما ينزلش تحت السر، تشبه جدا جدا ال H. pylori infection. الحقيقة التندرنس بيبقى more with H. pylori، لكن موجود كمان شوية تندرنس مع الفانكشنال ديسبيبسيا. الديوريشن اوف ديزيز ممكن تبقى كبيرة في الاثنين، ما فيش فيها مشكلة خالص. الفاميلي هيستوري اوف اريتابل باول سيندروم او فاميلي هيستوري اوف فانكشنال ديسبيبسيا ياخدني اكتر، لكن ازيدكو من الطينة حتة انه الولاد دول ال H. pylori infection في كلام كبير قوي ان it can induce a functional dyspeptic manifestations بعد ال eradication of H. pylori،
وطبعا يا ريت تكون الدكتوره يسرى سمعانا هي دي الرساله بتاعتها اصلا يعني. لكن العالم كله بقى بيتكلم دلوقتي انه للاسف الشديد اتش بايلوري از اوفر ريتد، واخد حيز اكبر من اللي تستجيب له، لدرجه انه فيه ناس بيقولوا لو عملت الانفستيجيشن للاتش بايلوري في واحد عنده البين بريدومينانتلي تحت السره، انت الحقيقه مطلوب انك تدفع ثمن التحليل ده للمريض لانه ما كانش يستاهل يعمله خالص. مش مكالمي النهارده على الاتش بايلوري، لكن الفانكشنال ديسبيبسيا هتبقى مشكله كبيره. بياخد العيان التريتمنت بتاع الاتش بايلوري وبيرجع لك السيمتوم زي ما هي، تعمل له الاناليسيس تلاقيها ايراديكيتد، تروح قاعد حيص بايص، حط في دماغك البوسيبيليتي الاشهر جدا وهي الفانكشنال ديسبيبسيا. طيب الفانكشنال ديسبيبسيا دي بقى رجعوا في فروم 4، ما كانتش متقسمه فروم 3، قسموها لاثنين. عندنا نوعين بقى عشان ما نقعدش ايه نتوه. في واد عنده بوست برانديال ديستريس سيندروم، او يسموه ديسكمفورت سيندروم، او بيسموه فولنس سيندروم. عنده بوست برانديال فولنس والساتيشن اللي احنا جبنا سيرتهم، ومن الحاجات اللي تساعد على التشخيص انه يبقى بلوتد، يعني عنده شويه غازات بس مش زي بتاع الايروفيجيا برضو، وعنده شوية نوزيا، لكن عنده اكسسيف بلتشنج. اكسسيف بلتشنج ده اللي هو ايه؟ الرغبة في التكريع او القوة بتاعت الترجيع، كأنه هيرجع لكن ما بيرجعش، بتحصل كتير في الولاد دول. التاني بقى ايبي جاستريك بين سيندروم، يعني ده الجزء التاني. لما تكتب فانكشنال ديسبيبسيا دلوقتي لازم تقول لي بوست برانديال فولنس ولا ايبي جاستريك بين سيندروم. سيفير اناف تو انترفير مع الحياة، بين او بيرنينج في الايبي جاستريام تاني، اهو تاني رجعنا ايبي جاستريام. بين از نوت جنرالايزد اور لوكالايزد تو اذر ابدومينال اور تشست ريجنز، مفيش حاجه لا في صدره ولا بقيه بطنه. يخش الحمام مفيش فايده، يطلع غازات ملناش دعوه. من الحاجات برضو المفيده البيرنينج كواليتي اوف ذا بين بات وذاوت ريترو اكسترنال كومبوننت اللي انا لسه بحكي لكم عليها، اللي هي ريترو اكسترنال بين بتاع الجاسترو اسفجير ريفلكس ديزيز، مش موجود. Pain commonly induced or relieved by ingestion of meal but may occur while fasting. حتى في الصيام كمان ممكن تحصل، ياكل ما ياكلش مفيش فيها مشكله. يا ترى الحته بتاعتنا دي بتاعت الفانكشنال ديسبيبسيا اللي هي في حاجات معينه تخليني ريد فلاجز. قال لي بص يا سيدي، فاميلي هيستوري اوف اي بي دي، ودي بس مش ريد فلاجز للفانكشنال ديسبيبسيا، ده الريد فلاجز بتاعت كل الابدومينال بين ديس اوردرز. عنده اي بي دي او سيلياك او بيبتيك ألسر ديزيز في العيله، لا انفستيجيت الاول. عنده رايت ابر كوادرنت يعني جول بلادر او ليفر، ولا عنده رايت لور كوادرنت يعني ابندكس، لا 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 استنى، خلص الاول تشخيص الاورجانيك وبعدين فكر فانكشنال. مع ديسفيجيا او اوندينوفيجيا، صعوبه في البلع او الم اثناء البلع، عنده فوميتنج مستمر لان دي متقطعه ما بتبقاش مستمره، عنده جي اي بلاد لوس، وجي اي بلاد لوس ده ممكن يبان على هيئه انيميا، عنده نوكتورنال دايريا، يصحى من النوم يجي له اسهال، ما عندناش ده بيحصل في الجي اي فانكشنال ديس اوردرز، عنده ارثرايتس، عنده بيري انال ديزيز، عنده انفولانتري ويت لوس. يعني ايه انفولانتري؟ يعني هو مش عامل ريجيم، يعني هو وزنه بيخس من غير ما يبقى قاصد ولا عايز يعمل ده. عنده طوله قليل، عنده البيوبرتي متاخره، عنده انكسبليند فيفر. اي حاجه من السيمتومز والساينز اللي انا قلتها دي تاخدك للاورجانيك، ما توقفش مع الفانكشنال. من الحاجات اللي بتزود الفانكشنال ديسبيبسيا انه يشرب كافيين، حاجه فيها كافيين، تبقى بقى في الشاي، تبقى في في المشروبات الغازيه زي ما يكون سبايسي او فاتي. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتعمل ده، ودي الحاجات اللي لازم اتجنبها. يبقى انا ببدا معاه بقول له هتتجنب مين. سايكولوجيكال فاكتورز ممكن تبقى لها تأثير في الحتة دي، والأهل لهم دور كبير جدا، ولو فشلوا مفيش مانع أبدا، ما هياش سبة في جبين الظهر إنك تطلب مساعدة زميلك وأخوك الشايلد سايكاتريست علشان يعمل لك القصة بتاعة السايكو بيهيفيرال سابورت. أستاذنا دكتور مصطفى حبيبنا، دكتور مصطفى محمد زنون معاك يا ريس. أستاذ معلش لو سمحت حضرتك، في ناس كتير من الكرد في العراق وبعض دول الأجنبية بعتين إن حضرتك عايزين إنجليش. حاضر يا ريس، حاضر شوية، معلش إن الكرد والناس أجانب مش ما كناش متوقعين يعني إحنا الغرب كمان. معاك يا ريس،
مفاجأة بعد التوك ده حاجة يعني انكريدبل بصراحة. الحمد لله. طيب يبقى أنا اللي جاي ده كله the following will be in full English so that our colleagues in different places will be with us and follow the process. Okay. So in the treatment of H. pylori, in the treatment of functional dyspepsia, H2 blockers and the proton pump inhibitors may have a role if it has been predominant pathology. Previously, we said that there are pain predominant symptoms and a fullness symptom. If it is pain, there is a place here for H2 blockers and a place for proton pump inhibitors. Sometimes we need a low dose of tricyclic antidepressant, amitriptyline, imipramine, any one of these in the difficult cases. And in severe cases, we may resort to gastric electric stimulation policy. Nausea, bloating, and early satiety, أصعب جدا, very difficult to treat. We sometimes we use the brokinetics here, but usually to your understanding of little benefit. But some help may be from the other motility drugs that can help in this area, like tritone or others. A retrospective open label study suggested that cibroheptadine is safe and it may help in these symptoms. Cibroheptadine, as we said, Trizorex or Triactine. This gastric electric stimulation that is used in a minor surgical procedure with inside or outside or both appliance as shown in the picture is a promising option for pediatric patients with refractory functional dyspepsia. And I want to express that this functional dyspepsia, not because it is a functional pathology, is not a mild disease. Sometimes I have seen many patients who did not go to school at all because of this functional dyspepsia. Now we are moving to the second pain disease. We first finished the functional dyspepsia. Now we are with the irritable bowel syndrome, IBS. The question will be, is there IBS in pediatric age group? And in fact, this is true. And usually you are going to be asked by parents, we thought that this disease is a disease of adults. No, it is also a disease of pediatric age group. In the last 2 months, abdominal pain at least 4 days per month associated with one or more of the following. Related to defecation, what does it mean? He wants to do, he did, sometimes maybe before, sometimes maybe after, the pain may happen. There is a change in the frequency of his stool in the days of the pathology, so that in these 4 days or 5 days when he having this pathology, he will have a frequency change. So he is doing one motion per day in his usual. Now he is doing every 3 days. This is a constipated type of IBS. He is having diarrhea while he's having this pain. This is the diarrheal type and classified when the bowel movement is not affected. Form of the stool itself may change. The duration, the frequency of the stool may not be affected, but the stool consistency may change during this. I need to have one of these to classify this pain as number one in IBS. If it is constipation, and he is having constipation all through, not only a few days, what's happening? Because any person having constipation will have abdominal pain, we should differentiate between IBS constipation type and the chronic functional constipation pain. It's very easy peasy, lemon squeezy. Ask about the relation to constipation and defecation. In case of functional constipation, pain will occur in the last few hours just before doing the habit. But in IBS, even after doing his motion, he is having this pain, and pain will not be affected by defecation. Again,
After appropriate evaluation, clinically, symptoms cannot be fully explained by another medical condition. Treatment. There are many studies suggesting the use of probiotics. And very small double-blind placebo-controlled trial in children, but unfortunately it was a small study, assessed peppermint oil in the treatment of pain in these conditions. Another crossover trial in children with all by IBS suggested an efficacy of elimination of fermentable sugars. And this is very helpful in my opinion. Take sugars off. Take sugars off. Avoid sugars for patients with IPS. It works a lot. Behavioral treatments as described in functional abdominal pain otherwise, not specified, also can be recommended for pediatric IBS. The primary focus of behavioral treatment is optimizing the symptom coping skills. Now moving to the third pain type of abdominal, functional abdominal pain. It should include all of the following, at least twice for at least 6 months. In the past 6 months, he got 2 attacks of this disease. Paroxysmal episodes. There is episodic nature. It's not a continuous pathology. It is on and off, on and off. These paroxysmal episodes of acute periumbilical pain. It's not epigastric, it's periumbilical. Midline or sometimes diffuse. Lasting 1 hour or more. If it is less than 1 hour, you cannot reach the diagnosis of abdominal migraine. It should be severe, and the pain should be the most severe. If vomiting is the most severe, this is another disease. If pain is the most distressing, this is fulfilling the first criteria. Episodes are separated by weeks to months. There should be at least 3 weeks between each attack and the other. If it is less, this is not abdominal migraine. Pain is severe enough to interfere with normal daily activities. It is a stereotypical pattern. What I mean by stereotypical, it occurs in the same way like every time. When he is aroused from sleep, he starts to have this severe form. Someone else, when he is out and coming to home, he will have this. Some others will have a heavy meal, and after this heavy meal, he will start his process. Some others will have it during trying to sleep, and this pattern should be repetitive, so it is stereotypical in this meaning. The pain is associated with two or more of the following. We have 6 items, find 2 of them to fulfill the criteria. Anorexia, nausea, vomiting, headache, photophobia, pallor, any one of 2 of these 6 or more, it will augment the diagnosis. Again and again, this should be after appropriate evaluation, and symptoms cannot be fully explained by medical, other medical or organic pathology. I will add to you something from the clinical practice. If you are going to ask about the family history of migraine, you can reach your diagnosis without doing anything. Actually, I think it's inherited in the form of an autosomal dominant pattern with variable penetrance. I know there are no studies of this, but in my series of abdominal migraine, it behaves in this way of an autosomal dominant disease with variable penetrance. So the grandfather or father or the grandmother or mother themselves may be affected in this disease. And if you ask it about this history, but take care, migraine, when it's mentioned in Arabic as suda' nisfi, may be mistaken. Just tell the parents who is having a severe pain that necessitates keeping himself alone in a dark place without any noise
and you'll find the mother, father, or grandparents. Treatment plan is determined by frequency, severity, impact on the family life and the child life. In one of the trials on 14 children, they found a prophylactic benefit of bezotefen, which is very similar to ketotefen, and even ketotefen itself may be helpful in this area, which is anti-serotonin, antihistamine. Prophylaxis with amitriptyline, propranolol, cibrohepatidine has been successful. In my experience, the most effective among these is propranolol. And usually they come back to my office saying that the pharmacist said, what's wrong in the heart of your child? Because this medicine is only prescribed for cardiac patients and they are coming worried. And I used to tell them this fact before they leave my office so that they are not panicked. Functional abdominal pain that is not otherwise specified, FAB-NOS. Diagnostic criteria should be at least 4 times per month in the last 2 months. Episodic or continuous abdominal pain, so it can be continuous or episodic, that does not occur solely during physiologic events. So during eating, it does not come. In menses, it's not there, because in adolescence, sometimes with menses, dysmenorrhea may be the cause of this abdominal pain. Insufficient criteria. It's not fitting with IBS. It's not fitting with functional dyspepsia. It's not fitting with abdominal migraine. You can sure write your diagnosis as FABNOS after appropriate evaluation for other organic causes. Most of these studies are adult trials and they showed the efficacy of antispasmodics. However, it's not superior to placebo in children's studies. Amitriptyline showed some effect. Large trial of citalopram, which is antidepressant, found a positive effect in these cases. Take care of any alarm and the different signs of these disorders, and do not prescribe any antipsychiatric disorder except with the help of a child psychiatrist. Hypnotherapy, cognitive behavioral therapy may be of help and usually they succeed. Now we finished the abdominal pain disorders and moving now to the defecation disorders. Functional constipation, 2 of the following should be present for at least once per week for a minimum of 1 month with insufficient criteria, but cannot be explained on irritable bowel syndrome. 2 or few defecations in the toilet per week, that is, he is not having a motion after 3 days. In a child of a developmental age of 4 years, at least 1 episode of fecal incontinence per week. History of retentive posturing, and this was described by Professor Marwa before, the withholding behavior that is very important and you can diagnose in your office. When the child is coming to you, he will take the corner and the cross legs, the legs together, and now you are asking them, what about the duration of defecation? And you will appear as a magician because you knew now the diagnosis before you have been asked about the symptom. History of painful or hard bowel movements. Presence of a large fecal mass in the rectum. History of large diameter stool that can obstruct the toilet. I want to stress here, which one single item of these is very important for the diagnosis of constipation. In my experience and in many literature published, it is the hardness of the stool. Why? We are going back to the items. 2 or fewer defecations may be mistaken because some of the persons will have some fecal incontinence. Number 2, you see in number 2, it is fecal incontinence. And if he is having this fecal incontinence, the mother will think that he is having a motion every day. Is it clear? So although he is a constipated person, the mother may come to you saying he is having a motion every day. And by asking about the consistency, it's hard stool, then you are going to
elaborate more and more and find this is as fecal incontinence rather than defecatory act. Retentive posturing will need advanced stage. It usually comes with advanced stage, severe form, and by time, persons will adapt for constipation and this posturing will disappear. Pain or during defecation may not be there. If it's very chronic, he will not complain of this pain. Fecal mass in the rectum may not be present if he's coming to you after a defecatory act. Large diameter of the stool, most of the children now does not let their mothers to see and they cannot describe what is this stool is happening. So I see asking about the consistency of the stool is number one in this category. There is alarm signs for constipation, as we mentioned, alarm signs for abdominal pain. Now we're having alarm signs with constipation. And I'm going to say which alarm will point to what. Passage of meconium after the more than delayed passage of meconium after 2 days in the terminal pore. And this will be pointing to Hirschsprung disease. Early constipation may take you to milk allergy or Hirschsprung disease. Family history of Hirschsprung disease. Rib on stool that may take you to Hirschsprung disease. Overt blood in the stool in absence of fissure may indicate a pathology of the GIT, so it is organic rather than functional. Failure to thrive, oh, by the way, most of the constipators are overweight. It's uncommon to be underweight. Most common is normal or overweight, and you usually think in hypothyroidism when you see this. If vomiting is bilious, this is obstruction. This is not a functional constipation. Severe abdominal distension. This is not usual with functional constipation to have this severely distended abdomen. Think in pseudo-obstruction. If this severe distension is there, usually we speak about pseudo-obstruction. Thyroid disease, and one will tell me, doctor, please, they are having this screening since neonatal period, early life, and now we are sure. Sometimes this few cases may be mistaken and test may be lost, and the persons will come to you with the thyroid disease, hypothyroidism. And we don't speak only on congenital hypothyroidism as well. We are speaking about juvenile hypothyroidism that starts at the age of childhood age, so that think in thyroid disease. If he is slightly overweight, a little bit lethargic or apathetic, think in the thyroid disease and they get thyroid functions. Malpositioned anus. Take a look at the perineum. The distance between the scrotum, base of the scrotum and the anus in males, or the forchet of the females with the anus, the distance between them may be very small. It's usually in the range of 0.8 to more than 1 centimeter. If it is less, this means anteriorly displaced anus, which is one of the diseases that can cause constipation. Absent anal or cremasteric reflex, and this is very important. Please do it. Some of the neurologic diseases may come with constipation, and I will never forget our internal medicine professor who started to treat a recent constipation of her daughter, of his daughter, with constipation and laxatives, and actually it came to be a neuroblastoma. Abnormal lower limb neurologic examination, and this is very important. And if you are not very clever in the neurologic examination, send him for a neurologist to assess this. Sacral dimple, tuft of hair on the spine, gluteal cleft deviation, or anal scars. All these are red flags. If they are present from the start, think of an organic disease, not functional. The treatment is very variable, and usually persons will ask about what is the best treatment. We have 2 steps, rectal or oral disimpaction if he is having impaction, and maintenance therapy to prevent reaccumulation of stool using different agents. What about polyethylene glycol? It's now described as first line of therapy in constipated children. In recent Cochrane reviews, it is superior to lactulose. However,
sometimes a larger amount of polyethylene glycol that needed to be taken by the child may be a problem, and he cannot take this large amount. And actually, it acts alone without any other additives in mild to moderate forms of constipation. What about dietary manipulations in constipation? Actually, increasing fiber is very good to prevent the constipation, but it's not helpful to treat constipation. Again, cow's milk allergy may be a cause of intractable, I mean it, intractable. Do not start thinking in cow's milk allergy except after prescribing your medicine and your child is not responding to this medicine. Now you are thinking in. Because in our study that was published in Pediatric Allergy and Immunology, the major journal, we found that it is 70% of intractable constipation persons, but not in usual constipation. I mention this because many of our colleagues are tending to try milk elimination in all cases with constipation coming to their clinics, and actually this is not the way. What about stimulant laxatives? This is very important. We use stimulant laxatives. There is no contraindication to use stimulant laxatives. There is absolute indication in chronic cases with constipation to use stimulant laxatives. The alarm is, do not use stimulant laxatives for a very long period. Those who are using it for years is wrong. But those who are not using stimulant laxatives will have a temporary effect of the osmotic laxatives. What about biofeedback and Botox injection? Biofeedback is helpful. Although many of the publications are not giving a good magnitude of the biofeedback, in my practice, and I see a lot of these cases, actually biofeedback is very helpful, but whenever it is adequately chosen based on anorectal manometry. What's the role of Botox injection? Among 120 cases of my patients having Botox injection, its efficacy in very chronic and intractable constipation is very effective, especially in those with fecal incontinence, retentive fecal incontinence. Non-retentive fecal incontinence, 1 month history of the following symptoms in a child who is over 4 years of age developmentally. Number one, defecation into places inappropriate to the socio-cultural context. He can do it in the panties, he can do it in the classroom, he can do it anywhere. This is inappropriate place. No evidence of fecal retention, you bought your hand, and sometimes you ask for a plain X-ray of the abdomen, and this is one of the very few examples of investigations in persons with fecal incontinence to have plain X-ray, and you'll not find this fecal retention that is seen with constipation. No other medical problems. There may be some psychological behavior abnormalities. And usually you are not sure whether this psychological misbehavior is a result of the incontinence or a cause of the incontinence itself. So please join with you immediately a friend of child psychiatry. And actually, if we are speaking about fecal incontinence, 5% only will be of the non-retentive fecal incontinence and 95% will be on top of constipation. Take care. Fecal incontinence may be a sign of child abuse. Child abuse, you can see it in your practice. If you focused on it, you are going to see cases with child abuse. And the child abuse of males is more common in our community than child abuse of females. Treatment, biofeedback, and psychotherapy will help. And we are at the end. I hope you are not bored after this lengthy talk. Functional GID are common. Gastrointestinal disorders are common. They vary according to age. Pediatricians has a major role and can manage most of the cases coming to their clinic before any referral to a specialized person, whether he is gastroenterologist, neurologist, or psychiatrist. And thank you. Now we are ready for questions.
دكتور محمد. I don't hear you. أستاذنا سمعني كده حضرتك؟ Yes. You opened it. بقول لحضرتك محاضرة رائعة، وسواء كانت باللغة الإنجليزية أو العربية فحضرتك رائع وسلس، وربنا معطيك أو يعطيك الموهبة إن أنت توصل لنا المعلومة بسلاسة. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إن بصراحة والله مصر تقدر والمصريين يقدروا فعلاً، حاجة رائعة اللي احنا شفناه النهاردة حضرتك. جاي لحضرتك يعني برقيات شكر، وبيقولوا لك كل سنة وحضرتك طيب، من دول عربية كتيرة جدا ومن دول أوروبية. أنا هعدهم عليك: البحرين، العراق، الكويت، الإمارات، عمان، الأردن، فلسطين، لبنان، برضو معنا من نيجيريا وإيران والهند وأمريكا وإيطاليا وألمانيا. ترى حاجة بصراحة مارفلس النهاردة، يوم حتى احنا على الزوم، على يعني الناس اللي مشتركة معانا معديين 750 اللي هم بيبقوا متواجدين دايما في كل الوقت على الزوم، فدي حاجة رائعة ومتشكرين لحضرتك جدا جدا جدا. قبل بس مبدأ الأسئلة مع حضرتك، أحب يعني في طلب من الناس، طلبوا مننا كتير عن برزنتيشن كان الدكتور محمد صلاح عملها في الميتنج بتاع امبارح، الناس عاوزين يسمعوه هي بس، فاحنا بنوعدهم ان احنا هنعمل فيديو عن النشاط او البلان بتاع الأكاديمية والجمعية اللي عرضه الدكتور محمد صلاح وفعلا افاض فيه، فكل الناس ان شاء الله بنوعدهم ان احنا هنعمل لهم الفيديو ده ونذيعه. واحب انوه حضرتك طبعا عن اللقاء السحاب اللي هيحصل بين حضرتك وبين هانيا تشاوفسكي، طبعا ان شاء الله يبقى لقاء متميز. الدكتوره هانيا طبعا سكرتير الاستجان واديتور في المجال، فطبعا هي علم وحضرتك علم، وزي ما بقول لحضرتك المصريين واصلين لكل حته في الدنيا، فاحنا بنشكر حضرتك، وجميل جدا ان انت حضرتك كنت معانا النهارده. فمن الناس اللي هم اصروا ان انا ابعت لحضرتك التحيه زي ما هي، الدكتور عماد شتله في الكينج حمد يونيفرسيتي هوسبيتال البحرين. أيوة. بيسلم على حضرتك جدا، الرجل المحترم، وبعت لحضرتك طبعا السلام، سلام خاص. هنبدأ بقى مع حضرتك رحلة الأسئلة، فنرجو أن حضرتك يعني صدرك يتسع لنا وللأسئلة اللي احنا هنقولها إن شاء الله. أول حاجة حضرتك: What is the precautions of occult blood in stool testing to avoid false positive results? Okay, so testing for occult blood in the stool is one of the very famous pediatric gastroenterology investigations. However, it's overrated and overused and overconsidered. What does it mean? It means there is something wrong happening in the GIT, releasing some blood inside. And when you are testing the stool, if you are taking the stool after some foods that can contain RPCs like meat, like chicken, like fish, or any other things like this, it will be negative, false positive, because the test is usually not a human, testing for a human. But there is a specific occult blood in the stool testing the human type of RBCs. And if you are testing the human type even, it does not mean a lot. It means there is teething, there is gingivitis, there is hard stool, there is inflammation, this is allergy, there is eosinophilic GI disease. It does not diagnose. So it is a good negative rather than good positive. When occult blood in the stool is negative, it means that there is no inflammatory process happening inside. But if it is positive, it does not take you more than a step. تسلم يا أستاذ، ربنا يبارك فيه. في سؤال برضو حضرتك: constipation in unit. Yes. But if every week, treat or not, with formula or with breastfeeding? The definition of constipation we did, as you see, and you can remember the slides, we are describing those who are above 4 years age. And we don't
address the issue of the newborn. And actually, a normal newborn can be delayed for 4 days or something before having a motion. And there are some precautions taking you in this area. If he is growing well, this is a good sign. Abdominal distension should not be significant abdominal distension. And stool character should be normal. With large amount, it's okay, but it shouldn't be offensive. It shouldn't be having mucus, shouldn't be having blood or anything else. And if any sign of this, especially the significant abdominal distension, think Hirschsprung disease first, okay? تمام يا أستاذ، رغم أن أنت يعني عرّكت على الحتة دي، بس برضو للأمانة هقولها لحضرتك. What is the differences between the functional GIT disorders and the inflammatory GIT diseases? Functional GI disorder، الأمراض اللي أنا عديتها كلها من أول النوزيا والفوميتينج، مروراً بالبين، مروراً بالفيكال بديفيكاتوري أكت، التلاتة دول بالتفاصيل اللي تحتهم، كل دول كلها functions of the GIT. دي motility، ده الهرمونز بتاع GIT، ده الإحساس بتاع GIT، sensation بتاع GIT. بينما لو أنا عملت منظار للولاد دول ما بلاقيش حاجة خالص. بينما الانفلاماتوري ده واحد عنده disease، infection، chronic ولا acute، allergy ولا eosinophilic GI disease ولا immune mediated disorder زي الالسراتيف كوليتس وكرونز disease والانكلاسيفايد. دي اسمها أمراض أورجانيك فيها إنفلاميشن. والحقيقة كان شغلنا جداً لأنه تعمل المنظار يا دكتور محمد، you are doing the endoscope for such cases and the report of the endoscope will come to you telling trivial congestion. And when you send the biopsy for histopathology, it comes to you telling you that there is a little bit some inflammatory exudate inside. And because we were worried what is normal, because they don't say it is normal and they take you to organic which is not there. We planned two researches that we are planned to publish the results, which are how much trivial are trivial endoscopy findings and how much trivial is histopathologic findings in assessment of the biopsy. And actually, if one is coming to you with failure to thrive, with severe diarrhea, with blood in the stool, with abdominal tenderness, actually you think IBD. Whereas patient with IBS will come to you with this abdominal pain, with bowel habit disturbance, but it's not associated with weight, significant weight loss, you can pick them up easily. So the next question is? تمام. حضرتك في سؤال من شباب الأطباء بيقول لحضرتك، can we add lactose free milk with breastfeeding? Although I understand the question, but the question is why to add lactose free formula to breastfeeding? Is this because you are thinking lactose intolerance? It's okay. If you are having lactose intolerance, if you have seen my previous talk on lactose intolerance, you'll see that the breast milk is containing a beta lactose, and this beta lactose is easily digestible, and it has the bifidogenic factors that will help the normal flora to digest the lactose. And actually, manifestations of lactose intolerance are very few and little and very rare to be severe in breastfed infants. So if you meaning that he's a normal person and you want to add a formula, this is judged by the energy gap assessment. And if you mean that he is lactose intolerant and he's home breastfeeding and the breastfeeding is not sufficient and you want to give a formula, actually you are going to give the lactose-free formula. But if you are having this lactose-free formula and he's growing well with the breastfeeding, do not add any formula. Thank you. Dr. Khalaf Gargi من العراق بعت لحضرتك التحية وبيسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني, what is the role of the gut microbiota in functional GIT disorders?
This is very important question. And actually in my talk tonight, I didn't touch the etiology of functional GI disorders, but Dr. Khalaf, thank you to open this. Actually, the most related thing to the functional GI disorders is the disturbance of the flora. And the research is going now to take the fingerprint of the bacterial flora of the gut and its relation to the different clinical presentations of functional GI disorders. And I expect in a very few years that we're having this specific bacteria when taken, this specific functional GI disorder will disappear. And if you looked at my presentation, you will find that probiotics was the first evidence-based treatment in IBS. تمام. السؤال الثاني لحضرتك برضو من الدكتور خلف. There is any relation between the infantile colic and the future development of functional GIT disorders? Thank you, Dr. Khalaf. Actually, you are giving me a second chance to present our findings that are not yet published. Actually, because I have this database that can tell me after 10 years what's happening to these persons who are having infant colic. And in my experience, I see that the percent of persons having infant colic suffering later from IBS is significantly more than those without infant colic. And actually, in their families, in infant colic, family history of IBS is more common than absence of this history in the family history. So I believe that this is a spectrum rather than two different diseases. It comes in the early life with this colic. And you noticed that ROM4 in infant colic has added only crying, not this colicky movements is crying only that was added in Fosinus and the Casabat instead of telling this colicky movements. And this may be a sign of pain that will appear later as irritable bowel syndrome. دكتور مصطفى يعني في اساتذه كتير اساتذتنا من مصر طبعا باعتين لحضرتك حيات كتيره جدا حبيبي وعلى راسهم من جامعه عين شمس وطب عين شمس يعني حاجه مشرفه يعني بصراحه انا اسف لهم ان انا سهرتهم بس انا عارف ان انا يعني ايه طولت شويه على الناس لكن طبعا حبايبي وكل يعني نفسي اشوفكم بقى ونفسنا نتقابل تاني وان شاء الله ربنا يفك الكرب والغمه كلها تتزاح والمفاجاه ان الكينج نفسه سهران معانا وحاضر معانا طبعا دكتور حامد الخياط حبيبي معانا حبيبي استاذي ربنا يبارك فيه يا رب هو بيقول لحضرتك بروفيسور حامد الخياط ذا بروفيسور اوف ذا بروفيسورز بالضبط ده هو يعني الرمز بتاعنا كلنا yes, yes. ربنا يبارك في عمره وعمله ان شاء الله يا رب اللهم امين بيقول لحضرتك do you consider rumination a part of GERD one of the مساء الخير يا بيه تحت امر حضرتك الرومينيشن سيندروم واحد من الكرايتيريا الاساسيه بتاعته انه ما يبقاش فيه ريسبونس للانتي ريفلكس ثيرابي وبالتالي انا ما بيجيني رومينيشن قبل ما بقول عليه فانكشنال رومينيشن سيندروم بدي الانتي ريفلكس ثيرابي لو استجاب this was a GERD with rumination manifestation however if it's not responding I will take the track of functional GI disorder immediately تمام حضرتك في سؤال برضو is there is an age limited to apply room for criteria room for if it is up to the age of 3 years that is neonate and the toddlers infants and toddlers this G and if it is children and adolescents not adults and this usually for the age till the age of 18 years you apply H and if it is after 18 years there are A, B, C, D, E, F for the adults. في بعض أحبائنا يعني بيرموا علينا وعليا بالذات بالعتاب إن إحنا عشفتنا البيور إنجليش وبيقولوا إحنا كنا متابعين أكتر
فبرضه مش عارف نعمل ايه يا استاذنا. This is بيفكرني بجحا وابنه الحمار. الناس شافوا جحا راكب وابنه ماشي قالوا اب ما عندوش قلب، وبعدين ركب ابنه ومشي قالوا طفل قلبه قاسي سايب الراجل الكبير ماشي. مشيوا الاثنين وسابوا ركبوا على الحمار، يا ما عندهمش قلب الحمار هيشيل اثنين ازاي. مشيوا الاثنين اغبيها قوي ماشيين والحمار ماشي جنبهم، شالوا الحمار على كتفهم الاثنين ومشيوا دخلوه مستشفى المجانين. وكما قال الامام الشافعي يعني من ارضى جميع الناس فهو منافق. ربنا يكرمنا. يعني يا جماعه اسفين والله، هي الافيه حكمت. يعني الناس يقولوا طب ما هم بيقروا السلايد عاوزين اللغه الانجليزيه في ايه. معلش يا استاذنا بقى سامحني. برضو في سؤال بيقول لحضرتك what is the difference between the functional vomiting and cyclic vomiting؟ نعرف اللي حضرتك هتتكلم على السايكلين فوميتنج المرة الجاية، بس هو تاتش كده يا أستاذ. بص، هو الحقيقة سايكلين فوميتنج ده احنا هيبقى المسافة بين الأدوار، هي إبسودز سيفير بتدخل مستشفى أو يحتاج فيها حقن عشان الفوميتنج يمشي. التاني لأ، ده بيرجع ترجعتين الصبحية وخلاص بقى زي الفل، خلاص مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع وبقى كويس خالص بعد كده. مامته زعلانة لأنه ساعات بتأخروا عن المدرسة إنه يرجع مرة قبل ما ينزل على طول. ده الفانكشنال فوميتنج. انما السايكليك فوميتنج ده موال كبير ان شاء الله باذن الله، يعني هكلمكم عليه باستفاضه. وانا اتفقت يا محمد مع هاني ان انا اللي هتكلم على السايكليك فوميتنج. يعني ان شاء الله حتى بتاع السايكليك فوميتنج انا قلت لها كده، فمتفقين انا وهي يعني. اوكي، يعني طبعا اللي احنا عارفينه طبعا هيبقى كلينيكال ديالوج ويز ديبيت، مش هيبقى يعني برزنتيشن. يعني هتسيبني شرح الحته ديت، يعني ما انا كل واحد فينا هيشرح هيسال الثاني والثاني يجاوبه، فهي هتسالني في الحته ديت لانه she said that they don't have researches about cyclic vomiting and I have a great experience in cyclic vomiting syndrome. I think I can share it with my colleagues and friends. الدكتورة مروة الديب بتسلم على حضرتك. مروة لسه صحية؟ معقولة؟ شكرا يا مروة. وأنا مش عارف هي يعني بدأ الجملة بأند، هي يظهر كتبت حاجة وبعدين يعني الجملة جاية عندي and thanks for you the itch by your clarification. يعني مش برضو أنا عشان أعتقد الدكتورة مروة، الدكتورة مروة قصدها إن قصة الاتش بايلوري بقت قصة مزعجة للحقيقة يا جماعة. أنا تخيلوا في كل واحد مبعوت لي متعالج أو حيتعالج اتش بايلوري اللي بيطلع عايز علاج actually 10% 20%. فيعني لازم 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 نقف وقفة تانية. وأنا أعتقد هي it deserves، اتش بايلوري deserves إن هي، أعتقد طول مرة هتتكلم على اتش بايلوري بعد كده كمان. ده مهم جدا إن الناس تسمع what is truth underlying this. في انطباع عالمي انه نوبل اتخذت يعني مبكرا زياده عن اللازم في الاتش بايلوري. اوكي، طب ما فيش كبسوله كده تديها لنا يا استاذنا؟ كبسوله طيب يعني انا مش عايز احرق التوك بتاع الدكتوره مروه برضو. لا يعني الدكتوره مروه هتتكلم وانا عندي ثقه مطلقه في 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 في, في عين شمس ان الفريق اي حد منه هيتكلم، especially دكتوره مروه كمان لما تتكلم 100% will cover this. طيب خلاص نستنى الدكتوره مروه. تمام. يس يس. الدكتور حامد يعني لسه برضو سهران معانا وموجود وبيسال. أيوة. حضرتك can investigate rumination for the incidence of GERD. Actually the percent of occurrence of rumination with GERD is less than 1% of GERD. لو انا عندي 100 حاله GERD احتمال حاله واحده منهم تبقى عنده rumination، بينما الrumination سيندروم بيبقى عنده طول الوقت فترات طويله جدا متكرره بتبقى بالشهور عنده الrumination. فالحقيقه التفصيله بتاعتهم فيها ايه، لكن انا لو ما كان سعادتك يا بيه هسال على الريتروسترنال بين heartburn. if there is heartburn I will give a trial من غير investigations للGERD treatment. If he is improving, okay. If not, I will consider this as a functional GI disorder.
سؤال لحضرتك معلش, what is the treatment of functional dyspepsia? Functional dyspepsia, we have this pain disorder and the proton pump inhibitors will help, and this and the fullness manifestation, and you can try the medicines like domperidone, like tritone, and this can help, and I prefer tritone, it works a lot in this area, and it gives a good results. In addition to the functional GI disorders, IPS and the functional dyspepsia, I take the sugars off, remove sugars from the food for a matter of 1 or 2 months only. It's not for life. تمام. في سؤال لحضرتك طبعا, بس يعني حضرتك هتجيب لنا بيسموها ايه النهي فيه, يعني عشان بس يعني كتير من الشباب والاطباء الاطفال منتظرين الرد ده, مع انه قتل بحسن, بس عاوزين الجديد من حضرتك. When to introduce yogurt to infant diet. بص يا جماعة, الحقيقة الدنيا كانت بتفكر انه لو اخرنا تدخيل الاكل ان الدنيا تبقى فيها مشاكل وان الالرجي تزيد. الحقيقة in a normal population it's very logic you can start yogurt after the age of 6 months. والدول وفي أوروبا وفي أمريكا خلاص الناس كلها ممكن تدي يوغورت after the age of 6 months, not before the age of 6 months. السؤال, طب ولو ظهر symptoms, ده بقى ديزيز. ومدام بدأنا بنتكلم في ديزيز, حطوا تحت الخريطة بتاعت الرود ماب اللي أنا عملتها لكم بتاعت الكاوز ميلك ألرجي. If it is cow's milk allergy, هتوقفه زي ما بتوقف غيره. إنما لا في فايدة أنك تحرم الأم في أثناء الحمل, ولا في فايدة أنك تحرم الأم في أثناء الرضاعة, ولا في فايدة أنك أنت تقول الأكلات دي تبقى بعد سنة. ده بالعكس, في ناس بتتكلم دلوقتي in a normal population, in a normal population it may help إن هي تبقى لها preventive effect إنك تأكل بدري. وبدري ده بالنسبة لنا معناه بعد 6 شهور زي ما اتفقنا, لأن احنا من أنصار exclusive breastfeeding. اوكي تمام, دي رساله واضحه يا جماعه لكل الارقام. انا اتس كلير, شاربلي كلير. احنا ما شاء الله معانا الوف مؤلفه على الفيس لايف, ومعانا 750 على الزوم, اهو لسه سهرانين معانا دكتور مصطفى. بنحييهم وبنقول لهم شكرا ان انتوا يعني سايبين مسلسلات رمضان والتراكشن بتاع رمضان, ومع النجم بتاعنا بقى الدكتور مصطفى, فكتر خيركم وبشكركم جميعا. يا زنوق بلاش الحاجات الكبيره بتاعتك دي, نجوم ايه بس, النجوم في السماء يا عم الرئيس. احنا عشان بس الدنيا تبقى واضحه, احنا بشر, كل واحد فينا ربنا اداله مواهب. 24 ايراد, ال 24 ايراد بتوعك فين لو ما استغلتهمش؟ واخر نصيحه ليا, انت ناوي تقفل فاديني اخر نصيحه قبل ما اقفل. الحقيقه there are two items اتعلمتهم من المدارس الاجنبيه. المدارس الاجنبيه كانوا يقولوا ايه, achievement و effort, وصلت في الانجازات بتاعتك لايه, وتقدر تعمل ايه, فعملت قد ايه. والحقيقه ما كنتش فاهم ده هما بيعملوا مع اولادي, لحد ما اكتشفت انه it's important انك تبقى hard worker و effort كبير علشان تقدر تحتل مكانة في تستحقها. القصة مش انتليجنس, القصة انك لو معرفتش مواهبك ومعرفتش انت مين, مش هتحقق حاجة خالص. وانا عندي يقين المصري مرتفع الذكاء جدا جدا جدا, دخل طب يعني معناها ما شاء الله ما شاء الله شديد التميز, هارد ووركينج. كل الناس اللي بتطلب مني دلوقتي ريكومنديشنز بره بقت محطوط فيها حاجتين أساسيين أهم من إنه هو شاطر ولا بليد. نمرة واحد بيشتغل في تيم ورك ولا لأ, ونمرة اتنين وركينج أندر بريشر. في الأندر بريشر ده الإفورت بتاعه شكله إيه, بيقل ولا لأ. فأنا نصيحتي ليكو ما تزهقوش, وحاول تستمتع بشغلك علشان ما تبقاش مستني أجازة, لأن هو في الآخر يبقى هو الأريا أوف ريكريشن بتاعتك هي شغلك, فتبقى في نفس الوقت شغال ومبسوط وسعيد, وربنا يسعدكم جميعا يا رب إن شاء الله. اللهم امين. كريبتو هيبتادين is allowed in children or still present like tresorex.
سيبروهيبتادين موجود منه تابلتس بس ترايكتين، وبالتالي في الادوليسنس والليت تشايلد هود يو كان يوز ات. الحقيقه انا ببريفير الاندرال قبل السيبروهيبتادين، وبعتبر السيبروهيبتادين سكند تشويس، لانه زي ما انتم عارفين بينيم شويه وبيتخن، وانا لا ناقص تخن ولا ناقص ايه نوم، يعني عايزين العيال بتوعنا يبقوا مطقطقين ويبقوا شويه وزنهم في النورمال رينج مش في الاوبيز ستيج. لكن سام تايمز وي ريزورت تو سيبروهيبتادين and its results will be helpful. I consider it, although in the literature it's considered number one, I prefer to start with propranolol and consider سيبروهيبتادين as second choice. طب من سن ادي المينيمال ايدج فور اتس يوز سيبروهيبتادين؟ I don't like it before the age of 2 years, and actually we don't use it before the age of 2 years. الدكتور خلف جرجي معانا تاني، وبقول لحضرتك do you think that the abdominal migraine is overdiagnosed in children, especially being diagnosis of exclusion? Actually, adults diagnose abdominal migraine more than its actual situation, and neurologists diagnose abdominal migraine more than its exact place. Gastroenterologists usually diagnose abdominal migraine less than its true occurrence. So everyone is working in his dilemma, and usually mind will see what the eyes will see. And if you are seeing more organic, you will think organic. And this is the cause why many of the gastroenterologists are trying to investigate more and more, because more of their cases are organic. So they don't consider the functional, which is more common than organic actually, and will resort by the end of the day to functional diagnosis after being not capable to diagnose any other pathology inside the GIT. So I'm not sad, because some persons are doing overdiagnosis and others are doing underdiagnosis. If he is not responding, please rethink and reallocate your mind in another way. دكتور حامد خياط معانا، وما شاء الله الله اكبر معانا، وتلاقى بقى هو والدكتور طارق بركات في السؤال اللي انا هقوله لحضرتك. الدكتور طارق بعت لك سلام خصيصا ومخصوص، وبيقول لك حبيبي يا طروق، حبيبي يا طروق، مش قادر يغمض عينيه برضو، عارف طارق ما عادش بينام اللي يمتي فالسؤال الدكتور حامد مختلط مع الدكتور او متفق مع الدكتور طارق. Do you consider abdominal migraine a sort of visceral epilepsy since it is stereotypical and paroxysmal? We used to call it abdominal epilepsy في فترات طويلة سابقة جدا، لكن خلاص التقسيمة ما بقاش فيها abdominal epilepsy خالص. There is nothing called abdominal epilepsy محطوط في الabdominal pain disorders، وبالتالي خلاص it's an abdominal migraine، وحنتعامل معه على إنه abdominal migraine. الحقيقة كنا بنقول عليه abdominal epilepsy، لكن دلوقتي خلاص يعني التقسيمة العالمية بقت abdominal migraine بس. تمام. How to differentiate between inflammatory bowel syndrome constipation and functional constipation? IBS, irritable bowel syndrome again, and not inflammatory bowel syndrome, the disease, irritable bowel syndrome with constipation. The طفل عنده constipation, معاه abdominal pain, مش في شوية اليوم أو نص اليوم اللي قبل defecation، لا ده abdominal pain all through، وحتى لما بيخلص defecation abdominal pain موجود. العيان بتاع functional constipation بطنه هتوجعه اليوم اللي قبل defecation، والحد ما يخرج يقعد له ساعتين ثلاثة تعبان، وبعدها يبقى كويس قوي ثلاثة أربعة أيام اللي جايين، وبعدين يرجع تاني بطنه توجعه بعد الأكوموليشن. History, history, history. It's better 100 times more than investigations. جميل. What are the probiotics in our food, please? Probiotics in food
prebiotics in food. Probiotics are bacteria, and the food should be sterile. And we usually have prebiotics, and many foods have got its prebiotic nature. This is not the place for talk today, but probiotics are bacteria that is prepared in a medicinal form or added to dairy and dairy products, and these can be used living to produce its effect on the body. وبالتالي في منها أدوية وفي منها في الزبادي وفي منها في ألبان، كل دي عبارة عن فيرمنت البكتيريا فيه بتبقى صحية. لو كانت البكتيريا ميتة في أي حاجة من دول برضو مفيدة، بس اسمها بوست بايوتيك. بقى في ترمينولوجي جديد اسمه بوست بايوتيك، اللي هو البكتيريا بالبرودكتس بتاعتها في قلب الحاجة اللي هشربها أو أكلها أو أبلعها دواء، بس بتبقى ميتة. فهنا اسمها إيه؟ بوست بايوتيك، يعني بري بايوتيك وبرو بايوتيك والاثنين مع بعض سيمبايوتيك، والبكتيريا الميتة اسمها بوست بايوتيك. تمام. الإنسان والدكتور والأستاذ الخلوق اللي كلنا بنعترف بخلقه وجماله الدكتور حاتم حسين. ده الحبيب، ده العظيم، أخويا الحبيب المحترم. يعني بيشكر حضرتك على for nice presentation، وبيقول لحضرتك رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا يا رب، يا اللهم أمين. وبيقول لحضرتك is EEG is a cut line in differentiation of abdominal epilepsy and migraine and what the treatment safe with children with abdominal epilepsy. يعني برضو تفضل. الحقيقة للحقيقة هو الدنيا كلها بطلت تتكلم عليه، لكن الحقيقة هل يا ترى ممكن واحد يبقى إبليبتك ويجيله أبدومينال بين؟ 100%. لو كان تيمبورال لوب إبليبسي ممكن يجي بالمنظر ده، عندنا أوتونوميك إبليبسي ممكن يجي بالمانيفستيشنز دهية، القصة بتاعتها تمشي إزاي؟ معها لوس أوف كونشنسس ولا معهاش؟ هل 24 أورز فيديو إي إي جي ماي هيلب أور نوت؟ الحقيقة في الفترة الأخرانية بعد ما بقى الديفينيشن واضح بتاع الأبدومينال مايجرين، I never met a case of abdominal epilepsy. وبالمناسبة مش بشوف كتير، وطبعا النيورولوجي اصحابنا بنبعت لهم بعد كده كل الإيجاهات اللي جاينا ويقول لك non-specific finding يا دكتور مصطفى shouldn't be respected for treatment of epilepsy، واللي واخد treatment of epilepsy not improving. كل ديت يعني الحقيقة حقائق لازم نحطها في دماغنا. وبالتالي في الابدومينال بين، وانا بتكلم على الابدومينال بين، ما عنديش كاتيجوري اسمه abdominal epilepsy. تسلم يا استاذ. Are the proton pump inhibitors safe to use in pediatrics and what age group؟ بص عشان نقطع الشك باليقين في الحتة دي، proton pump inhibitors are a serious drugs، يعني من الدراجز اللي لازم تستخدم cautiously. بتستخدم إيزومبيرازول من بعد سن سنة، with off-label use in United States of America من شهر إلى سنة، والوحيد اللي عمل on off-label use قبل سن سنة هو الإيزومبيرازول. إنما حتى الأوميبيرازول اللي هو older generation ما فيش استاديز عالمية عليه before the age of one year. كل الكلام ده بيبقى دايماً بعد سنة. في خطورة اللي تخليك ما تكتبوش without indication، لكن if there is an indication عالمية للدواء ده تبقى كرايم انك انت ما تستخدمهوش، وتستخدمه للديوريشن المطلوبة بالدوز الصحيحة. لانه الحقيقة انا بلاحظ زملاء بيعملوا حاجتين، يا بيدي اندر دوزج يا دكتور محمد فبتكون النتيجة انه مطول قوي نتيجة ما فيش افكاسي، او بيدي اوفر دوز والدنيا مش مستهلة كل الكمية الفظيعة اللي بتتاخد دهيت. يعني مثلا لسه قريب قوي عندي عيان طلع بري بايلوريك ممبرين، تعالج على انه ريفلكس، بياخد دوزجز عاليه جدا، الدنيا كادمه من 0.7 الى 3 ملي جرام بير كيلو جرام بودي ويت بير داي، فوصل هو 4 بير كيلو بير داي ونوت ريسبوندنج. الايفكت بتاع البروتون بامب انهيبيتورز حلو جدا، وذين 3 تو 4 ويكس بتلاقي ريسبونس ولو بارشال بس واضح. لو ما لقيتش الحقيقه لازم يو شود بروسيد، بقول لك منظار طلع بري بايلوريك ممبرين سورت اوف اوبستراكشن، العيان ده كان عايز منظر وجراحة يا جماعة، مش ما كانش عايز يقعد يكمل على البروتون بامب انهيبيتورز. تمام. يعني في ابدومينال ميجرين اند فاميليال ميديترينيان فيفر وذ ابدومينال بريزنتيشن،
What if the two are present in the same patient? طيب هو بصوا سؤال شديد الذكاء والحرفية. ومين اللي سأل السؤال الصعب ده؟ ده معناه انه براكتس. ده حد براكتسنج حلو قوي. يعني حد بيشتغل كويس جدا ما شاء الله ما شاء الله. الفاميليال ميديترينيان فيفر الحقيقة الباوتس بتاعتها بتبقى أطول شوية. يعني بتبقى الأبدومينال بين والفيفر أو whatever النوع بتاعه عارفين فيفر فيبرايل تايب أبدومينال تايب أو بلورال تايب أو أرثريتيك تايب في تايبس الكلينيكال بريزنتيشنز أوف إف إم إف. إف إت إز أبدومينال بين الأبدومينال بين فيها بيبقى معاها جاردينج ريجيديتي. في المايجرين ما فيهوش الجاردينج ريجيديتي. التندرنس بيبقى سيفير قوي في الإف إم إف. التندرنس في الميجرين ما بيبقاش موجود اصلا. يبقى ابدومينال بين بس ومتضايق جدا لكن ممكن تلمس بطنه عادي. الابدومينال مايجرين بيبقى غالبا وان داي وبيعدي بينما او حتى ساعات اورز مش لازم يطول قوي. يعني ممكن ياخده مثلا 6 7 ساعات. الاف ام اف فيري رير ان هي تخلص قبل 24 ساعه. اليوجوال ان هي من يوم لخمس ايام الاتاك بتاعتنا بتبقى اشد ما تكون في اول 3 ايام. الحته الملاحظه عندي ان انا نسبة الفانكشنال جي اي ديس اوردرز مع الاف ام اف عالية جدا. الاسوسيشن تصل الى 45% ودي بابليكيشن بجهزها للنشر. فنسبة كبيرة جدا عندهم الفانكشنال جي اي ديس اوردر. ايه المشكلة ان هم مع بعض الاثنين؟ انك بتلاقي العيان اديته الكولشيسين ولسه عنده سيمتومز. السيمتومز مش بتاعة الاف ام اف. السيمتومز بتاعة الفانكشنال جي اي ديس اوردر. البين تايب زي ما يكون بقى مايجرين فانكشنال ديسبيبسيا اي بي اس فاب نص زي ما انت عايز. يعني ممكن يطلع اي واحد من دول معاه. وبالتالي if you are not taking a good history and the temporal description and the severity description you will not differentiate. فانا بطلب من سعادتكم تقعد تسأل الابيسود بتاعة السيفير اتاك بتخلص امتى؟ طب في باك جراوند نويز بتاعة الفانكشنال جي اي ديس اوردر ولا لا؟ لو خدنا هيستوري وعيدها تاني هيستوري هيستوري اند هيستوري. اوكي سؤال جميل. برضو انا احب ان انا يعني انتهز الفرصه او معانا حوالي يعني الوفات ومعانا لسه 650 على زوم فاستحملنا يا استاذنا من الاسئله دي واجعلها لوجه الله سبحانه استحملنا ربنا يكرمكم. عاوز برضو النهايه في حتة الايه what is the significance of enlarged abdominal lymph node او الميزنتريك يعني اللي بتيجي دايما في السونار دي in a child with repeated abdominal pain. النهاية يا استاذ حبيبي very good area. بقالنا فترة في راديولوجيست بقوا شطار قوي وبقوا يشوفوا lymph nodes الميزنتريك الواحد ملي والاثنين ملي. يعني الحقيقة أنا بعد شوية هقول لهم رفقاً بالقوارير إنك تدسكرايب الواحد ملي والاثنين ملي دي حرام عليكم مفتريين يعني. لكن anyhow it's one of the findings إنه يبقى عندي عيان عنده ميزنتريك لمفادينايتس مع أبدومينال بين. دماغي لازم يروح لكذا احتمال. لو حجمها كبير لازم أعمل LDH وأفكر في لمفوما لتكون مصيبة سودة يعني. طيب ما فيش الكلام ده وهي small lymph nodes وصغيرة قوي ممكن الـ IBD inflammatory bowel disease يبقى معاه lymph nodes. ممكن العيان بتاع الـ FMF يبقى معاه mesenteric lymphadenitis. العيان بتاع الـ small bowel bacterial overgrowth بيبقى عنده small mesenteric lymphadenitis. اليرسينيا enterocolitic infection اللي بتيجي زي الزايدة بتبقى recurrent bouts of acute abdomen زي بالضبط الابندسايتس بس recurrent. الابندسايتس هي مرة يا العيان اتفتح يا العيان فرقع ما هي ملهاش حل تاني يعني في الابندسايتس الacute abendicitis. إنما ده لا ده راحت وجات وراحت وجات وراحت وجات. لازم تفكر بالطريقة ده هي. فأنا الحقيقة لما لقي عيان زي ده أنا أعمل له LDH وأعمل له فيه كالكال بروتكتين وESR وCBC وأعمل لو كانت أثناء أتاك سيفير أتاك وماشية مع FMF أعمل تيستس فور فاميليال ميديتيرينيان فيفر وما لقيتش حاجة بعرف إن أنا بتكلم في سمول باول بكتيريال أوفر جروس لو كان ديفيوز أبدومينال بين. أما لو كان لوكالايز للرايت إيليك فوسة بفكر على طول في اليرسينيا انتيروكوليتيكا. ده يعني مش أنت قلت لي دي الزتونة فأنا عملت لك الزتونة رايس.
برضه عاوزين زتونه في النقطه اللي جايه دي برضه الرول اوف سيرم اميلويد ايه اذا بريدكتور اللي الاف ام اف. بصوا يا جماعه هو اميلويد ايه از اكيوت فيز رياكتنت من الحاجات الاكثر فيه اللي بيزيد فيها هي الفاميليا الميديتيريان فيفر، لكن بيزيد في امراض تانية ما فيش منعش منها كرونز ومنها اللوبس والاوتو ايميون ديس اوردرز بيعلى ده ممكن يعلى مع انفكشن حتى. بس الحقيقه لما بلاقيه ميات عالي قوي كده مش ستة بقى تروح انت متلكك على 8 و10 و15 و30 والكلام الوهمي ده، لا دماغي بتروح يمتها على طول. وهي القصه اصلها ملخصه الجين ستادي مشكلته لو طلع بوزيتيف لانه بيعمل فيو ميوتيشنز بيعمل ايه 20 25 ميوتيشن، لا طبعا المعروف عالميا عدى المئات. فبالتالي انت ده كل يوم بتطلع لي انا براجع ابحاث بتتبعت لي من الانترناشنال جورنالز كريفيور تقريبا في الاسبوع ديسكفري اوف ا نيو ميوتيشن فور فاميليال ميديترينيان فيفر كل اسبوع. فالمهم انت لو بتتكلم في الفاميليال ميديترينيان فيفر بالجين لو طلع بوزيتيف هوموزايجس ات از ديفينيت كيس اوف اف ام اف. مشكلتك لما يطلع هيتيروزايجس وان ميوتيشن او يطلع نيجاتيف does not rule out لان هو بيعمل كذا ميوتيشن. طبعا حلها انك تعمل جين سيكونسينج تحلل الجين نفسه بقى وتقول عليه نورمال ولا اب نورمال، وديت الحقيقه بتسافر بره وقصه كبيره خالص. طيب اميلويد لو عالي جدا 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 with the classic clinical description of episodic nature of the disease whether it is pain or fever انت يحق لك تعمل الثيرابيوتيك تيست بتاعه الكولشيسين. وطبعا لو ما استجابش هتحوله لانه بقى احتمال يبقى كولشيسين ريزيستنت اف ام اف ولا يبقى نوت اف ام اف فروم ذا ستارت. قصه مزعجه جدا. والحقيقه اف ام اف وكرونز ديزيز مع بعض الاثنين بنشوفهم كتير، وواحده من الارياز اوف كونفيوجن لدرجه يعني اكبر العقول بتوه فيها اصلا يعني، فما تزعلوش من نفسك يعني. رول اوف توبراميت ان بروفلاكسيس اوف ميجرين. بص البروفيلاكسس للميجرين انا شخصيا بدي الاندرال البروبرانولول لو الدنيا مشيت كويس كان بها، ما مشيتش بحوله لحد من حبايبي بتوع النيورولوجي وهم بيعرفوا يتعاملوا مع الميجرين احسن مننا كتير. فانا اي فينيش ات باي سيندينج فور ا سبيشالست. رائع. What is the difference between pseudo intestinal obstruction and the functional gastrointestinal disorders. الكرونيك انتستينال سودو اوبستراكشن ده مرض مشهور انا ليا فيه بابليكيشن كبيره قوي مع استاذ عظيم تور حاتم شريف استاذ جراحه الاطفال، كنا عاملين سيريز كبيره قوي من الكرونيك انتستينال سودو اوبستراكشن. الحقيقه مرض في منه برايمري وفي منه سيكندري وله اسباب كثيره. اورجانيك ديزيز مش فانكشنال جي اي ديس اوردر. بيبقى عنده مشكله جامده جدا في التون بتاع الجي اي تي الالياس كانه زي الالياس الاكيوت بس كرونيك. واحد عارفين الالياس بتاعت واحد عنده هايبوكاليميا وبطنه زي البالونه بس كله واخد منك مثلا يومين ثلاثه تصلح له البوتاسيوم تلاقيها رجعت ثاني كويسه في الاكيوت الالياس دي بقى زيها بس كرونيك ديزيز. وبما ان الموتيليتي فقدت فما فيش موفمنت فهو زي الاوبستراكشن بس ما فيش حاجه مسدوده في السكه وصعب تشخيصه وصعب علاجه ويعني ربنا ما يوريكم لما يجي لكم حاله كرونيك انتستاينال سودو اوبستراكشن. Dose of polyethylene in constipation and from any age. بص هو الحقيقة الإسكاليشن بتاع البيج بيزيد وتقدر تدي، لكن مشكلته أنه بيدوب الكيس بتاعه في كمية كبيرة لازم تبقى كمية كبيرة فأنت عندك أزمة كبيرة جدا فيه. ينفع يتاخد البيج في أي سن يمكن نيوبورن لأ لكن ينفع بعد كده يتاخد مفيش منه مشكلة. الحقيقة ليه هو طالع في الليتريتشر أحسن من اللاكتيولوز؟ لأنه اللاكتيولوز بيعمل فرمنتيشن وجاسز بينما ده ما بيعملش فتبقى نتيجته أفضل. الحاجة التانية أنتوا عارفين اللاكتيولوز ده عبارة عن 2 موليكيولز أوف لاكتوز، فلما بيبقى لاكتوز كأني عندي لاكتوز انتولرنس فبيبقى معاه كوليكس كمان وحاجات كده. يعني أنا قصدي إيه؟ أنه ده الأسباب الرئيسية اللي خلت البيج البوليثالين جلايكول عنده السوبريوريتي على اللاكتيولوز. انما الحقيقه انا بفكركم انه الاثنين اوزموتيك لاكسيتيفز
ودول ينفعوا في الكونستيبيشن اللي هو not very chronic and not very intractable. إنما وانس بقيت بتكلم في intractable وchronic constipation وprolonged constipation الحقيقة بيبقوا add on يعني معانا بس مش هم لوحدهم يعني. حبيبنا الدكتور طارق بركات بيسأل سؤال تاني بيقول حضرتك is there is a maximum duration for الصوت يا دكتور محمد حضرتك سامعني كده؟ لا انا سمعتك كده معلش هو النت قال لي ان انستيبل شوي. طيب دكتور طارق بركات بيقول لحضرتك is there is maximum duration for stimulant laxative use in my experience I don't exceed 6 month period. واي عيان عندي بيعدي 3 اشهر والدنيا مش ماشيه كويس ببدأ أعمل إينوريكتال مانومتري وأفكر في أسباب تانية خالص وأفكر في مانجمنت بلانز لايك ذا بايو فيدباك أند بوتوكس إنجكشنز. حضرتك يعني أنا عارف إن إحنا أرهقنا حضرتك بس وعد أنا معانا زي ما حضرتك شايف قدام حضرتك الكوتشن أند أنسر 147 سؤال فما شاء الله لو قعدنا للفجر برضو مش مش هنحل. يعني معلش سامحنا في ربع ساعة ماكسيمم ربع ساعة ماكسيمم معاك يا محمد يا صاحبي معلش عشان خاطري دي حاضر. Which infection has been associated with increased prevalences of functional GIT disorders? كلام جميل وهي الأبحاث العلمية كلها بدأت تربط بين الانفكشنز الحقيقة in my experience, I don't believe in any one of them. I believe that these infections disturbed the gut flora and the disturbance of the gut flora was the inciting factor. لكن من أكتر الحاجات اللي اتوصفت شيجيلا infection ending into IBS. شيجيلا بالذات. فلكن في ناس كتيرة قوي جالها IBS من غير ما يجيلها preceding infection. إنما infection actually sometimes is a predisposing factor for occurrence of irritable bowel syndrome. وزي ما كنا قلنا الH pylori infection can trigger a functional dyspepsia كمان اللي هي الاستومك والديودينم يعني. في من عبد الراضي بس عشان الكلام اللي انت قايله على الدكتور مصطفى احنا هنسال السؤال ده معلش يا دكتور مصطفى بتقول لحضرتك ثانكس اول دكتور مصطفى يو ار اميزنج والسؤال بتاعها what about the management of functional constipation in children less than 4 years. بص هو الحقيقة نفس الكلام بتاع above four years بس يمكن أنا قبل 4 سنين الحقيقة بفكر organic أكتر أفكر cow's milk allergy أفكر eosinophilic colitis أكتر أفكر Hirschsprung disease لو كان صغير قوي أكتر أفكر thyroid disease لو كان سن أصغر قوي بتاع النيوبورن وما بعده شوية يعني قصدي دماغي بيروح للorganic أكتر قبل ما بفكر functional لكن موجود functional constipation موجود في كل الأعمار ونقدر نعالجه وهو كلمتين اتنين إن أنا بدي evacuation والevacuation ده oral ولا rectal وبعد كده بدي maintenance therapy وزي ما اتفقنا البيج أو البوليثيلين جلايكول هو recommended internationally لكن myself اللاكتولوز is very effective as well ولو كانوا بيقارنوا حاجتين ببعض فكويس والأكوس مش كويس والوحش يعني عشان بس الدنيا تبقى واضحة كويس وأكوس يعني البيج أكوس من اللاكتولوز لكن اللاكتولوز شغال آخر كمان علشان بعض الولاد مقرفة لما بتحاول تديهم كميات كبيرة ثم نمرة اتنين تفكر تؤاد الستيميلانت لاكستيفز لو كانت الديريشن مطولة لو العيان مش مستجيب معاك within 3 to 4 weeks on this drug regimen الحقيقة العين ده محتاج investigations ما يتسابش لوحده كده. أنا عاوز أقول لحضرتك إن ما لا يقل عن نص أطباء الأطفال في مصر بيسمعوا حضرتك دلوقتي نص أطباء الأطفال في مصر يا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدهم ويبارك فيهم والله حاجة يعني بصراحة الواحد يعني مبهور من اللي شايفه. في سؤال لحضرتك زاجين هذا رول ان فانكشنال جي اي تي ديس اوردرز جينيتك فاكتورز بالضبط جينيتك فاكتورز 100% في جينيتك فاكتورز بما انه في فاميلي هيستوري بوزيتيف يبقى دايما هنفكر فيه يا جينيتك يا انفايرومنتال ان هم عايشين في نفس البيئه لكن لما يطلع الفاميلي هيستوري في حد مسافر
ما بقاله فترة كبيرة ما شافش جده مثلا، ما عادش في نفس المكان، لكن يعني genetic factors are there, they are playing a role 100%. صح ما تكشفتش لسه وما فيش حاجة definitive marker genetic marker يشخص كل نوع منهم، وإحنا بس حطينهم مع بعض كلهم، لكن actually they are not، هم منجمعين تحت functional GI disorders، إنما actually they are not one disease, they are different diseases، وكل واحد منهم هيطلع له حتة مختلفة عن التانيين خالص. في سؤالين لاثنين من شباب الأطباء، بس لازم برضو حقهم علينا. طبعاً دول إخواتنا. البيكولاكس دوس واللاكتيولوز دوس. واحد بص، اللاكتيولوز أنت ممكن توصل في الدوس بتاعتك إلى 5 مليليتر بير كيلو جرام بودي ويت بير دي، ده الماكسيما. اليوجوال إحنا بنبدأ بواحد مليليتر بير كيلو، ده اليوجوال. الدنيا ماشية كويس، غالباً بتبقى حلوة في بعض الحالات على 1 إلى 2 ساعات، 2 مليليتر بير كيلو. والجرعة التزايدية جراديوال، كلكم حضراتكم عارفين ان الكول موتيليتي از دكتور مصطفى. معلش ان يظهر النت تعب عند الدكتور مصطفى، فيعني كتر خيره وهو تعب معنا النهارده وارهقناه، اتمنى ان هو يرجع لنا، بس لغايه لما يرجع يعني ان شاء الله نسمع الدكتور محمد الشافعي عاوز يقول لنا كلمه، لغايه لما الدكتور مصطفى. دكتور محمد، دكتور مصطفى، السنترال قطع. ايوه انا معاك يا ريس، بس السنترال مش انا معاك يا ريس وسام، اكيد السنترال هو اللي قطع مش احنا. طب الحمد لله رجعتين، خلاص اهي فاضل بالظبط 8 دقايق اهو. دكتور مصطفى، طب يلا يا ريس اسال. احنا اللي خلصنا الدوز بتاعت الاكتيو. انا معاك يا ريس، احنا خلصنا الدوز بتاعت اللاكتيولوز. بيكولاكس نيفر اكسيد 1 دروب بير كيلو جرام بودي ويت بير دي، نيفر. لو عديت الحته دي العيان ده محتاج انفستيجيشنز، لو ما استجابش يعني. رائع. يعني شو احنا برضو باكد على الدوز بتاعت اللاكتيولوز يا جماعه، مش عاوزين حته سنتي كل 8 ساعات ولا نص سنتي كل 8. الدكتور مصطفى بيقول ان احنا ممكن نوصل ل 5 ملي لتر بير كي جي، يعني الكميه ممكن تبقى كبيره جدا. ده في لتر شركات ب 9 ملي لتر بير كيلو، يعني معناه ان انا اشربه ازازه اللاكتيولوز في مره مثلا يعني. طيب في حضرتك I want to ask about the epidemiology of functional GIT disorders. في الchildren اللي احنا قلناهم، لو مشينا واحد بواحد، الmost common functional dyspepsia و IBS في pain type، في vomiting والnausea type الحقيقة معظمهم مش كومن، مش كومن. الديفيكيشن كونستيبيشن، انا ليا بحث معمول على 40,000 طفل مدارس، وكان معايا الاستاذه الدكتوره مي نصار في هذا البحث، الحقيقه ما نشرناهوش عالميا وكان يعني واحنا مذنبين في ذلك. 17.4% نسبه الكونستيبيشن في اطفال المدارس في مصر، واحنا عاملين الاهليه والقاهره، يعني واخدين محافظتين مختلفين، واخدين رورال واربن كمان يعني. فرقم كبير جدا 17.4، يعني معنى كده كل 5 هتقابل واحد كونستيبيشن، يعني نسبته عاليه جدا. الفيكال انكونتيننس موجود بس مش حاجه اقدر اقول عليها فيري كومن، يعني اتس ذير بات نوت فيري كومن. اما بقى الفانكشنال ديس اوردرز اوف انفانسي تودلرز نيوبورن تودلر اند تودلرز، دي هنسمعها يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله. باسم عطلة من العراق بيشكر حضرتك جدا، نايس توك دكتور ويز ماي بيست ريجارد. للأمانة برضو عاوزين برضو النهية، في سؤال للإكزاكت ديفينيشن اوف كونستيبيشن،
الزيتونة فيها يا أستاذ؟ بص، ما أنت هتقعد تدور هتقول الواد ده بيعمله متأخر، الواد بيعمله ناشف، عنده بين أثناء القصة دي. تحتدور على أي حاجة من دول تلاقي اتنين، تروح كاتب عليه أرمز اللي احنا كنا حاطينها، ما بيخسش، ما عندوش بليدينج أوفر بليدينج، إلا لو كان عنده فيشر، ما هو الفيشر ممكن يعمل بليدينج، يعني شوية حاجات كده ريد فلاجز أو وارنينج ألارمز. لو ما لقيتهاش هتكتب عليه فانكشنال كونستيبيشن. بس انا مأكدت على انه الموست ريلايبل بارت ان ذا ديفينيشن از ذا كونسيستنسي اوف ذا ستول، ومعظم العالم بيتكلم على كده دلوقتي. تمام. سؤال بيسأله معايا حضرتك، خلص الاسئله ولا ايه؟ طب معاك يا محمد. بص، فاضل سؤال، هنسأل سؤالين اتنين يا استاذنا. معاك يا سؤال قالين يعني الريديوسينج سبستانس في الستول والبي اتش في الستول، يعني دول ايه الرول بتاعهم في الدايجنوستس اوف لاكتوز انتوليرانس؟ فاضل سؤال. طيب واحد السؤال بس. هو طبعا ده على المحاضره اللي فاتت بتاعت لاكتوز انتوليرانس. احنا قلنا الستول ريديوسينج شوجرز كوانتيتيف اكتر من نص جرام بير 100 جرام ستول، ده معناها ان حصل فيرمنتيشن اوف شوجرز، مش معناها لاكتوز انتوليرانس. اي شوجر هيبقى فيرمنتد يبقى ده على طول كده. والبي اتش اقل من 5.5 يبقى رقمي برضو. لو بيقول لك اسيديك ستول ناثينج ولا لها قيمه، لو بيقول لك بوزيتيف ريديوسينج شوجرز وتريس اوف ريديوسينج شوجر ده تهريج. طب ما بنشخص ازاي؟ بنشخص كلينيكال. عيان بياخد يشرب اللبن، بيديله ووتر دايريا وسفومي ستول، وبيعمل له بيري انال ديرماتايتس جامده جدا جدا، وما عندوش حاجه ثانيه خالص، ولا خاسس ولا بيرجع ولا حاجه، شد ديستنشن وكوليكس كده. انا شخصه لاكتوز انتوليرنس، اقول له اعمل فيه ايه؟ الاقي بقى ريديوسينج شوجرز فيري هاي اكتر من نص جرام، لازم كوانتيتيف، والبي اتش اقل من 5.5 كده اقدر اكتب عليه انه لاكتوز انتوليرنس. ما عنديش الكلام ده، ابعته للجامعه يعملوا له الهيدروجين بريث تيست عشان يلاقوه اكتر من 20 ديفرنس بين البيز لاين وبين الريدنج بتاعتنا، نعرف ان انا عندي لاكتوز لود تم اخده، زود لي الهيدروجين بريث اكتر من 20 زياده عن البيز لاين، اعرف على طول ان انا بتكلم على لاكتوز انتوليرنس. تمام. اذا قلعت النظاره كده يا استاذنا فمعناها ان ده اخر سؤال. طيب طالما طيب. حاجة من غيرها بقى مش محتاجها. برضو الكبسولة في حكاية استخدام الجليسرين سبوزيتوري في الكونستيبيشن بيعمل هابيتيشن لارتباط شرطي، يعني ايه القصة دي يا أستاذ؟ النهية فيها عشان بس نختصرها، اللوكال ايفاكيويشن بانيما ولا بسبوزيتوري، والسبوزيتوري ديت لوبريكنت زي جليسرين ولا بسديل اللي هي active ingredient that controls the motility of the rectum and colon، كلهم اسمهم rectal evacuation. لو تفتكروا احنا قلنا في evacuation oral ورectal، يعني وارد جدا في الاستخدام، لكن it's not a maintenance therapy، ما ينفعش تبقى maintenance. فلو انا بعمل evacuation اللي هو بياخد له 3-4 ايام اسبوع maximum، ده مش هيعمل habituation ولا حاجة خالص، لكن هيساعدني يعمل evacuation وبعدين اكمل على المينتنس اللي هو osmotic laxative او لو كان recent constipation، او osmotic plus stimulant laxative لو كان long lasting constipation. ده ملخص القصة كلها. تحياتنا وشاكرين، وربنا يبارك لك ويجعله يا رب في ميزان حسناتك. متشكر جدا جدا، وبالنيابة عن كل الأطباء نشكر حضرتك، وربنا يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات حضرتك يا رب. يا رب يا رب، فضل هذا الشهر الكريم. شافعي يعني برودكت مانجر الحكمة، حيودعنا كده بكلمة إن شاء الله. فضل يا دكتور محمد. شكرا دكتور زنون، ثانكس سو ماتش الوقت حضرتك. دكتور مصطفى، brilliant as usual our professor. It was amazing lecture. It was an amazing meeting. النهاردة حضر معنا around 1,000 pediatricians across the MENA region, across Middle East and North Africa. It was a great meeting. On behalf of my company, حكمة Pharmaceuticals, I would like to invite you all. إحنا عندنا meeting الجاي الأربع الجاي إن شاء الله الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة مع عالم جديد، مع الأستاذ الدكتور بروفيسور دكتور محمود الزراني، Professor of Pediatrics, Alexandria University. Finally, at حكمة, we have a commitment to support our healthcare professionals.
الكوميتمنت ده ان احنا بنسبونسر ساتش ساينتفك ميتنج تو كومبلي اور براند بروميس. براند بروميس لحكمه تو بوت بيتر هيلث ويزن ريتش افري داي. نتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاربعاء اللي جاي 9:30 توقيت القاهره. حضراتكم شرفتونا مره ثانيه. شكرا لوقت حضراتكم لتشريف حضراتكم معانا. ميعادنا الاربعاء اللي جاي 9:30 كايرو تايم. ثانك يو سو ماتش. مع السلامه. مع السلامه. خير عليك. تصبحوا على خير. حلو.